يا هلا ومرحبا مشاهدينا، ومساكم الله بالخير. في فقرتنا اليوم فقرة المواهب، وعندنا ضيوف متميزين، زوج وزوجته طبعا أبدعوا في مجال يمكن الكثير يستغرب من هذا المجال اللي أبدعوا فيه، خصوصا مجتمعنا الكويتي، لكن ما همهم واستمروا بهالمجال اللي هو للرقص الاستعراضي. طبعا نرحب فيهم. بداية أرحب فيك مشعل الرومي، حياك الله. بداية وزوجته شجون الأحمد، حياك الله. الله يحييك. مشاهدينا طبعا قبل أن نتحاول نتناقش وياهم أكثر عن موضوع الرقص الاستعراضي، راح نطلع على التقرير ونرد لكم. ساكت خلى مكانه للشعور، الاستقرار في الظلم خلانا ننسى النور، اصبحنا نحسب يا اخي بالشهور. مش حقدر اركع اكثر، فانا زاحف في مزامير النفس يا خويا، انا نافخه بدي اغير مصيري وحلمي يكون جارف، وبكره تشوف صورنا في المتاحف. في البداية مشعل، نبي نعرف يعني ليش اخترتوا خصوصا هالمجال اللي يختص عن الرقص الاستعراضي، وانتو عارفين احنا بدولتنا دولة محافظة. بسم الله. شيء حبيت اشكركم على الاستضافه هذه. وبالنسبه حق سبب اختياري لهذا الفن بالذات، اللي هو يعني سواء كان الهيب هوب او الكرامب، لان والله شيء هذا العيله كلها داشه فيه يعني. اي فيعني اخواني الكبار كانوا فيه، خوالي يعني هذه موهبه يعني، موهبه موجوده بالعيله يعني. فاغلب حتى اللي معنا يعني بالتيم اغلبهم ترى اهلي يعني، يا خالتي يا عمتي خالتي كل حلو. بالنسبة حق شجون، نبي نعرف شلون ابتديتوا بهالشغلة بهالمجال. أنا عن نفسي دخلت معاهم مؤخرا، صار لي تقريبا الحين سنة وسنة وشيء من دشيت هذا المجال. اجتمعت معاهم في برامج، الحمد لله سوينا أكثر من بروجكت يعني فترة قصيرة، معنا سنة بس دخلت معاهم أكثر من شغلة يعني. شغل جبار. شيء ثاني، شيء حلو والله. بما ان انتم متزوجين الله يتمم عليكم ان شاء الله، اعتقد توكم متزوجين بعد، الله يحفظكم ان شاء الله. ابي اعرف شلون تعرفتوا على بعض. حاشني فضول. جاوبها ولا جاوب؟ جاوبي انت. لا ما يصير. واحد فيكم يلا. زين، انا اول مره شفتها جت كلاسي، لان انا ادرب عندنا احنا يعني استوديو وندرب فيه ناس. اللي هو مكان مهرجان لوياك شيء كذي. اي هو مكان اكاديميه لوياك اللي هي للموهوبين يعني. فيها مواهب يعني تمثيل، غنى، وحتى من ضمنها اللي هو رقص يعني. فمن الكلاسات اللي كنت قاعد ادربها، وهي كانت من المدربين معي، و تعرفتوا على بعض. تعرفنا على بعض. انزين، الله يتمم عليكم ان شاء الله. واكيد بالمستقبل يعني راح يكون عندكم اطفال. هل تشوفون ان في مجال ان تشجعون اطفالكم على هالمجال؟ باذن الله ان شاء الله، دام ان احنا داخلين المجال لو شايفين ان في شيء غلط احنا من نفسنا يعني. بس كدوله محافظه عادات وتقاليد، وخصوصا الاطفال هذا يعني موضوع ثاني يعني. لو عادات وتقاليد كان حتى احنا الحين يعني اذا بجينا احنا قدرنا الحين ندخل، تفكرين بالسنين الجايه يعني ما راح تتفتح الامور اكثر وتصير اسهل يعني. ان شاء الله يا بس رب. بس من ناحيه نرضى ولا ما نرضى، شغله انا رضيت فيها حق نفسي ارضى فيها حق غيري اكيد. حلو. انزين، في مثلا بالنسبه حق حبكم للرقص الاستعراضي، هذا اللي خلاكم تتقربون اكثر وتفكرون انكم تتزوجون؟
هل هو السبب رئيسي؟ لا كن صراحة أكون صريح رئيسي لا يعني مزيد. لو هذا مثلا شال من حياتنا هل راح يأثر على حياتنا الزوجية؟ لا ما يأثر. في أشياء ثانية اللي علاقتنا ببعض يعني الحمد لله ممكن اعتبرها فرصة لقى بس مو سبب استمرار. حلو. بالنسبة حق مواصفات المرأة للرقص الاستعراضي شجون نبي نعرف شنو المواصفات الخاصة عشان وحدة تكون راقصة استعراضية؟ أكيد لها مميزات خاصة. للأمانة لا ماكو مميزات خاصة يعني وزن معين طول معين لا 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 ولا شكليا ولا هذا. أهم شيء بس يكون حب الشغلة موجودة الشغف بالشيء والأداء يعني إذا هي تعلمت ووصلت للمستوى المطلوب تصير تقدر تدخل المجال. حلو. أكيد ما بالنسبة حق مشعل كلمني عن المشاركات الخارجية. أنا اللي عرفت أن كانت لكم مشاركة خارجية أعتقد. نعم. أي والله بعد ما سوينا بعض العروض اللي صارت هنا بالكويت صار في طلب يعني من شركة اللي إحنا كنا شغالين معها كان شركة فرنسية. أي وكان معنا يعني مخرجين فرنسيين وهم كانوا معنا كياغرافرز فرنسيين فاطلبوا لنا نسوي بعض العروض اللي سويناها هنا بالكويت كانوا يبون هم نقدمها عندهم برا يعني في مدارسهم وهم في الكاديميات اللي عندهم هناك. فمن المشاركات اللي صارت ضمن اللي هي العروض كنا هم نعطي ورش عمل. حلو. فيعني رحنا حق يعني مدارس رحنا اكاديميات وحتى اذكر واحده من المدارس اللي رحنا لهم كانوا معلقين علم الكويت وكاتبين لنا اهلا وسهلا. شيء حلو والله. اي فكان كان كانت صراحه يعني خبره وايد يعني وايد جميله. كان اول مره فعلا اني اقدم يعني ورشه تدريب كان تقريبا موجود فوق ال 150 طالب. فكانت فعلا كانت تجربه حلوه يعني. تجربه حلوه بالنسبه حق التجربه حلوه. كلمينا شجون بالنسبه حق الدعم شفت إن في دعم من ناحية دولة الكويت تدعموكم بهالشيء؟ إذا قاعد تتكلمين عن الدعم الحكومي دعم حكومي مو موجود للحين. أعتقد يمكن لأن مجال تونا نجيبه هني يعني مو شغلة معروفة عندنا فللحين ما تفتحت العيون على هذا الموضوع. إن شاء الله مستقبلا نتمنى أكيد إنه يكون في دعم. حاليا الدعم الوحيد اللي إحنا كمتدربين أو كراقصين موجودين الدعم كله قاعد يجي من أكاديمية لوياك مو مقصرين معانا. بس هي أكاديمية يعني غير ربحية فقاعد نحاول نشتغل إحنا على هذا الموضوع. حلو. بما أن لكم مشاركات في أكيد مشاركات قادمة بإذن الله فكلمنا عن المشاركات اللي أنتوا قاعد تطمحون لها. هي عاد سنة والله إن شاء الله عندنا أشياء وايد عندنا أشياء وايد صراحة السنة هي لأن اللي صار السنة اللي طافت وايد ركزنا على إحنا نسوي مثل خلينا نقول شبكة تواصل بيننا بين مبرمجين برا. فيعني كنا نتواصل معاهم وننزل لهم بعض الفيديوهات كانوا هم ينزلون بعض الفيديوهات صار فينا تواصل بيننا. فالحين السنة هذه عندنا تقريبا كم مشاركة جاية بالطريق. الأسبوع هذا عندنا عرض يعني طالبيننا إن شاء الله راح نقدم عرض. أعتقد بحرين عندكم مشاركة بحرين. إيه كان عندنا يعني عرض بال بالبحرين. ذكرتك. إيه وصاي صار فيه تأجيل لأن يعني المغني اللي كنا شغالين فيه صار له ظرف يعني لا سمح الله سبحان الله فيعني فتأجل الموضوع. بس بداله في حين عرض ثاني إن شاء الله راح يكون برضه معرض تاريخ 12. إن شاء الله لكم كل التوفيق يا رب. شجون كلمينا عن الروح اللي موجودة مثلا بين الفريق شنو تحسون والأجواء اللي موجودة خصوصا إذا كان في شباب وبنات. أبي أعرف التفاصيل. شيء ثاني يعني صج الأجواء تحسين أنك أنت بين أخوانك يعني في ناس وايد يستغربون مثل ما قلت أن شلون شباب وبنات احنا ما نشوفها بهذه النظرة. احنا ما نشوف أن هذا صبي وأنا بنت. بالعكس كلنا أخوان وكلنا حبايب. والأحلى أكثر بهالموضوع إن إحنا عندنا جنسيات متعددة يعني مو حلو. ما عندنا جنسية معينة من إلى يعني جناسي حتى ما تطري في بالك. فحلو إن أنت مو بس قاعدة تختلطين مع جنسيات ثانية أنت بعد قاعدة مع جنس ثاني ومع جنسية ثانية فهمتني. فتجربة حلوة وايد تجربة حلوة يعني تتعلمين أشياء جوانب وايد. طبعا الله يوفقكم ان شاء الله. داهمنا الوقت ما قد انا بعد ندرجش اكثر. الوقت قصير بعد يعطيكم العافيه والله يتمم عليكم ان شاء الله ونشوف عيالكم بعد موفقين وان شاء الله بعد تفتحون دورات ليش لا ان شاء الله الله يتمم عليكم يا رب. طبعا مشاهدينا استمتعنا اليوم فقره المواهب الشبابيه والحين راح نطلع هالفاصل ونرد لكم مع الاستاذه الرائعه الساخره ليلى احمد في لسعه نحله.